بسم الله، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيها المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إلهي سبحانه وتعالى أين أمهد علينا ربك إن كريمك إن مكانيي إن وافجيي إن مجلس كي سغن ما وقتك كان الله تبارك وتعالى مجلس كهين وبركي ومجالستي إسكوح الحكتي إن كجهر ليني أحكام تا صمك أولي هاي مواضيع كل مركة علاقة له وإن مركة كحريرينيني يوحي السؤالاء ومركا دادكا برنامجكا كوحران داوانايا اما قولكا امهاتو نورا ايغنا سيدو كالاتو سيتوسا اغوحران او لغد اغيسان كارو قولكا وحي سؤالا نوغي مادو انو كاغا جوابنو واحان جعلا هاي حلقة داتان انان كوت المامو وحيالها اما اسبابها السو جيدا اللا ادون كيسا انو جعلا دو الله تبارك وتعالى أدون كيسو إنو جعلادو أسبابها أسو جيدي كرا إي أدون ككبحين كرا إنو هلو الله تبارك وتعالى إنو جعلادو ما دام إنو كجرنو بشي رمضان إنو كجرنو طبانكي دميتو وقتك كهر بشان ويهي وقت آدو كومن وطوان عشو إيه وحكسي هوسية أما سغال عشو دي أينو مانتا أينو كدرين با إن أينو كد دالو إيه مركز تبا الله تبارك وتعالى جعيل كيسا أسبابها أينو كغارينو لماذا؟ محيّل فإن محبة الله هي أصل دين الإسلام. الله تبارك وتعالى جعل كيسو إن الله لا جعل هذا ورب سبحانه وتعالى أين جعل كيسه الله دين تأساس كيدوي فبكمالها يكمل توحيد المؤمن. إلهي محبدي سوء كامل أنه تقفك أيها توحيد كقفك مؤمن كهي وكل ما يسترمي وبالنقصها ينقص توحيد الإنسان. الله تبارك وتعالى هديت شعيل كيسا أدهلي ويديد وألت شعيل كيسا وكوي راضو وقعنت لقو قلن وايو أسبابتي ربي كوكوك علان لها توحيد كاغ النقصان باكود عيسى. ولذلك ربي قلن كريم كوحولي في سورة بقرة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. الله تبارك وتعالى وحولي دتك وحكمد قيب الله تبارك وتعالى سكودي إلهي يلني أنداد يلني إلهي دا أي الله سكودي يشين سيدي الله أجعليهين وكلي أجعليهين الله تعالكي والله خاص كأها أي سينيان إلهي دا الله سكودي عابديان قولك سأل الله وحوطة كوا والذين آمنوا أشد حبا لله كوا مؤمنين تائي الله الرمي جل جلاله
ايه صادقين تا محبين تا ربي دبتا او جعل كوا اللي جعل كيسا آد يا آد بو او قدران يحي آد يا آد بربي تبارك وتعالى او جعليهين صادرتد ولا ليال الله تبارك وتعالى جعل كيسا وآساس كالدين تاوي كلبا انتاد جعل كإلهي كهشيد با توحيد كاغونا كامل نقون نقص كوكوش لنا وانت محبة ربي اي كافك تحي صادرت الحديث صحيح كسو أرور من حديث أنس ابن مالك رضي الله عنه أي نبي نوح يري ثلاث من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان صدح قفك لغهلو قفك سوحو ددميي شعيلك إيمان كشعيل كيسي معان كيسا يا حلاوة سود دميي أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما صدح ذا وحا قهر يقفك ألا يا رسول كيسا إن حقيسا لوغة شعيل بني هاي وحكا استاؤ ألا يا رسول كيسا كسوحر الله تبارك وتعالى وإن ذو وحو البكتش علاتد رسولك صلى الله عليه وسلم وإن ذو وحو البكتش علاتد هدي لغا هلو أرنكا حلاوة الإيمان بعد دمريسا قضب كاللباد وحوي وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله وإن وقفك هدو قف مؤمنة شعلان أيوه أما قف أو حريرين أيو أو شعيل ربي كو حريرين أيو شعيل وإنو إلهي درتي كو شعلا ذا قفك ولذلك ودكتين حديثك سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل وحك جرة والرجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرقا عليه لما قف أو إلهي درتي السو شعلا ذي كون كل ما شعيل كألي كل كي كلا تجي أنا إلى هي شعائل كيسة صدق دار ما يشعائل كلا بكو كلا تجي صادرت وأن يحب المرأة لا يحبه إلا لله قضب كالصدحات أوقف كحلاوة الإيمان كحم باري وحوي هدي الله جهله وأن يكره أن يعود في الكفر إن وقف كنعه إنه قال لما كن نغضى كما يكره أن يقذف في النار سيدا أنعى أيه إن نار لغطوره وإنه أنعى إنه قال لما كن نغضى صدح ذا قفك اللقاه لبوير صلى الله عليه وسلم حلاوة الإيمان بودة مني الله تبارك وتعالى إيمان كمعان كيس الصيني ورحيسنا يا إيمان كيس إيمان لدي ردن لنبون قنية هذا ما حيث هاي أسبابها السوشيرة الله تبارك وتعالى شعائل كيس ربي إنه كو شعلا هذا أسبابها كوة شمينية أسبابها أي كوة حصيليان الله تبارك وتعالى أسبابها سي شعائل كربي محيهين وحينو كتل ما بدونا انت إنه كو جرنا درسيقا قيبا إنه كتل ما بدونا إن شاء الله ابن قيم رحمه الله إلا تمن أسباب بو كسو كوبا أسبابها أدون كأوة جبية الله تبارك وتعالى إنو جعل هذا وحا أسبابها أقوه الرئية تلاوة القرآن بالتدبر إيه والفهم لمعانيه إيه وما أريد به إن قفك قرآنك رب سبحانه وتعالى أخريه مركو أخرين ينا بالتدبر تدبر إيو إنو معاني ده آياتكو أخرين يكو تدبره أو فهم معاني ده اللولة شهده إيه مقصدك رب سبحانه وتعالى كلكو أخرين إيو وحي كمي تهي وحيالها السوشي ده أما أسباب الجالبة لمحبة الله أسبابها السوء شيدية
الله إنه كتش على هذا مركات قرآن كربي آخر السد وليبا بشر رمضان تلاوة القرآن كوحال الربا إن آدي أذكر له قاده بحيه لو شهر القرآن نوي صادرت أيا ربي جنة كريم كوح أوليه في سورة صاد كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب وحان كوسو دجننو محمدو كتاب مبارك أوقفك أخرية إيه كان كل رقمه إيه أمضى كل رقمته إيه قريق اللغو أخريه إيه قفك كتدبره إيه قفك أحكنتك كتابك مبارك الله وكبركين إيه كتاب اللبركي يمن كوسو دجيني لبا أجيدان ربي أسو دجي ليدبروا آياته سي آيات كيسا أغتدبران ما أريد به وحلو لتشيدو أي أغتدبران أو أي روحان أو أي فهمان وليتذكر أولو الألباب كو لبغا إي عقلغا الصاحب كا كل كي قرآن كربي كتدبران وآخرين تسيا تدبر كيسا أي هلان حضان أي كل أغمان قرآن كربي سبحانه وتعالى ولذلك ربي ليهي أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أغفالها ورمييسن قرآن كربي كتدبرين بولي كل كا كل بإنتاد قرآن كربي السيد كل بإنتاد قرآن كربي قلي السيد أي الله تبارك وتعالى محبدي سأيكو صحة سليسة الله تشعيل كيسة أسبابها كوسو تشيدية أسبابها أيكو صحة سليسة وحوية كل بإنتاد قرآن كربي تبارك وتعالى تلاودي سأتكو حرمتها وأد قرآن كربي أكوت دبوري سيد وأد قرآن كربي أحكم تجي سيد وأد قرآن كربي سبحانه وتعالى مبارك آذي عنها كل قمي سيد الله تبارك وتعالى محبدي سا وحد كل بأي كوجرتا فنصيبك من المحبة على قدر هذا الله تبارك وتعالى قرآن كيسا انت أجرت دوي مرك صادرت نبي قاد بأمده وقعد عليه إن القرآن كربي أخريان حديث كأبو أمامة عند مسلم نبي قال نوحي صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه قرآن كربي أخريا أو قرآن كتلاودي سا أخريو كد دالة يوم القيامة القرآن كوا إيمانا يستغوا إرقين يقف في القرآن كالدنيا دا كوا أغرين شري ولذلك عبد الله بن مسعود باوحي لها مركو دات له اللي يي سلف كي أيوحي لا تنثروه كالنثر دقلي أو الرملي قرآن كهاتورينينا السيدة عيد أو كليتو ولا تهدوه كهد الشعر سيدة قبي وكلت قبي وكلها أددينينا قرآن ك قفوا عند عجائبه قرآنك كد الإستاق وعجائبتي سالصغة وعجائبتي سالنغيس وحركوا به القلوب قرآنك وحد كل قاجسان قلوبتا وقل قلوبتي إن قرآنك مركا أي دغي يعني هم مغلان ويكوتا دبوريان ودقوه مركا مغلان قلبك قرآنك ودا دغي رب جل جلاله وتجر إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون وحقون مؤمنين يا مؤمنات كوة الله سبحانه وتعالى هذه الحصوصية قلبي قوضة أي خافت قلوبهم فسعت قلوبهم قلوبته أي نقاقص أي خوف يسو عفصان يسو الله تبارك وتعالى قرآن كيسا دي الغدو الأخرينا زادتهم إيمانا أي تصديقا رمين إيمانا يساعد نيس وعلى ربهم يتوكلون أموره دنا رب تبارك وتعالى وعسكنا كلك وحيري ابن مسعود رضي الله عنه حركوا به القلوب ولا يكن هم أحدكم آخر سورة
والقرآن كقلوبته كل قاتشي واحد جايبتي دول استاجة أو قرآن ك يعنيها كد دول استاجة ها واحد جايبتي س يعنيها للصعدة قصص كيسة يأمثاشي س الله تبارك وتعالى معانيد ولتشي ذا قرآن ك روح أو قلوبته كل قاتشية أو متكين هم يجيس يوصل نقن إنه صورة آخر كذا جاره كاسي واسبك كوادي كوسو تشيدايا الله تبارك وتعالى تعايل كيسينا تشيد سبب كاللباد وحويه التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض الله تبارك وتعالى إنا دقود نواتد كل كاد فرائد دقود تد كدمو سنوين كأي النوافش الله تبارك وتعالى وإنا دقود نواتد محاي لي سنوينك وحي كاميليا خللك فرائد كدح دعي أي كاميليا وهدو يعني هلو كبي ولذلك أي حديث قصه أروري بخاري من حديث أبو هريرة وان حديث قدسي أن الله قال ربي وحأولي هاي من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب قفك اللدغا لما ولي أنيغا إيسونا ديبو رب ليهي أولي يدي دولي كم إذا قفك اللدغا وحان أغيسي قفك إن اللدغا لما يو وما تقرب إلي عبدي بشيء أدون كيغو إيغو مدوادو شيء أحب إلي لغك كالقعيل بني يا حقيقة مما افترضته عليه وحن كفر ديالي شيء مجرى أدون كيغو إيغو دواده أو أن كتش على هاي وحن كفر ديالي إنو لي بعد كل كوه ريوح الرواوح يالي ألا كوه تبيه فرائدها ربك يا كريم كنا تقول دواتي معاك وحصل يا الله تبارك وتعالى محبديس وحاك له ربي محبديس كو وحصلي وحد قصي ربي كل شيء جاي وما يسال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه كما السول يا أدون كي إنه يقول له هذا السنوين كي النوافشة إلا أن كتش على ذو ربي لي وبالتالي بعد الفرائض مركات قدتت وإن السنوين كي النوافشة أد الله تبارك وتعالى أقول نواتا سادت التقرب إلى الله بالنوافل بعد الفرائض وسبب من الأسباب الجالبة لمحبة الله عز وجل الله تبارك وتعالى سبب كم من أسبابتا محبة سكوسو شيدة يوي أسبابتا الصدحة الله تشعيل كي سلوه ليوحا كم من دوم ذكره على كل حال باللسان والقلب والعمل والحال الله تبارك وتعالى ذكر كيسا اي حسيتان كيسا انا دائم تد حالت اودن على كل حال مركز ربي ذكر كيسا ان اعرب كاغي قلبي كاغي حال كاغي اصن كمرني الله تبارك وتعالى وحوليه الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب كو الرمي او قلوب تود اي كح اي حصليسو او ذكر ربي كح حصليسو الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب ورهوية ألا الذكر يسي قلوب تكوح سشاب رب الله الله تبارك وتعالى انت آد حسيسيد أود عربك كحسيسيد انت آد الله تبارك وتعالى قلبك كحسيسيد انت آد الله عملك قليس حسكيس كل إيماني سيد انت وقت يا الله ذكر جيس اتكسين يا سيد ايا
نصيبك من المحبة على هذا الله محبتي سوحت كهليس كل بذكرك إلهي أنت آتك بتستد يا الله تبارك وتعالى أنت أذكرك يسي حسيتان كيسد وجرتد أي الله شعيل كيسن كوتشرا صادرت هاد ربي حدث القدس وحكوليها في الصحيح كسر من حديث أبو هريرة نبي قلنا ربي وكورنا أيه الله تبارك وتعالى وحلي أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه حين يذكرني أنا جو أدون كي جمله سأكت سانة هيو أنا جو أدون كي جوان لص على كل كو يحصه إن ذكرني في نفسي أدون كي جهدو نفتي سأقول لحصه ذكرته في نفسي النوان حصي ورب ليه وإن ذكرني في ملأ أدون كي جهدو جماعة يقول لحصنا ذكرته في ملأ هم خير منهم ملأك خير بضم أنك حصي وليا جل جلاله كلك الذكر قيس جل جلاله إن أنت ذو جرتضى إله سبحانه وتعالى تعايل كيسنا وكوجنا الصدح أسبابتا صدح هذه كوسو تشيريسا الله تبارك وتعالى محبدي سوحوي إن آد الله تبارك وتعالى تعايل كيسا إن هذا وحو البكة تعالات وحد تعيشا يو من إن آداد السيدو إلهي تعايل كيسا وكدو ريح هديت هي والدك إيه هديت هي عرورت هذا إيه هديت هي ضدك أوردن هديت هي حولها هديت هي لولك أرهيستد هديت هاي قنعسي ياغا وحا أدشعش هاي ونن ربي شعيل كيسا وإنات كدورتا الله تبارك وتعالى وحكستو شعيل كيسا كود وين ينا وإنات شعلاتا الله تبارك وتعالى وحكستا وكعرون ينا وإنات كفقاتا يوعروت بمعنى الله شعيل كيسا وحكو حريني نيسا الله أنه وحكو قوي نيسا الله وحليه هاي قل إن كان آباؤكم أو أبناؤكم أو إخوانكم أو أزواجكم أو عشيرتكم أو أموال اقترفتموها أو تجارة تخشون كسادها ها إيه أو مساكن ترضونها الله تبارك وتعالى مركزه انت مركو استبرلغي هدي احب اليكم الله تبارك وتعالى انت لشوشيغي هداد كتعشهين الله تبارك وتعالى يا رسولك يا ربي جدك سؤال وجهاده هي فتربصوا مرك حتى يأتي الله بأمره إلا ألا أمر كيسا أولا إيمانيه والله لا يهدي القوم الفاسقين انت أس أولا وحن رمرك تشعيل كربينا تكهر مرسل ولذلك أيها حديثك أنس في صحيح كسو أروري النبي قال إنه يري لا يؤمن أحدكم وفكين إيمان كيسو كامل نقن ما هيو حتى أكون أحب إليه إلا أؤلي قفك حقي سا أؤهد قفك سو مد ألي كتشعل من والده وولده والناس أجمعين والدك إلا أكتشعل هذا إلا أكتشعل هذا أولادي سألي إلا أددكو لألا كتشعل إيمان كيسو كامل نقول معي أسباب تكلت الله تبارك وتعالى شعيل كيسك هوسو تشيدي سوحا كميدا مطالعة القلب لأسماء الله الحسنى وصفاته إن قلبي قاقو ردى الصدو إن قلبي قاقو مطالع هيو الله تبارك وتعالى أسماء دي سوناكسني صفات كيس والله تبارك وتعالى قفكو الله كبريو ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها
الله تبارك وتعالى وحولي أسماء الله كبر يولي طبعا وحي سؤال سيدي عادة إنو أهيد وإنو كغير جواب إن شاء الله ولا لا تلفنا وإيدين فريهين ودلسوا حريري كرتا إن شاء الله سيدي شاشة إيدين كم وقت وأسباب كلامك وكغب حين يسأل الله تبارك وتعالى أسماء دي سا إنا عددن ستيت معاني دي حنبار سنجهين صفات الله تبارك وتعالى معاني ذي حنبار سنجهين الله تبارك وأسماء دي سوان وناكسا مركانا أدي لحي كبر دي سبحانه وتعالى يا الله تبارك وتعالى كبر دي وأسبابها كوسو جيدة يا الله ينوكو شعراضو وحاكم إذا أسبابها الله تعالى كيسا سو جيدة يا و الله تبارك وتعالى تعالى كيسا أينو كهلينو انكسار القلب بين يدي الله مركاد الله تبارك وتعالى هور استاقي ست الله تبارك وتعالى مركاد بريي ست الله تبارك وتعالى مركاد أمور تادا أوبندغيني ست إناد الله تبارك وتعالى قلبي غاقا السلام عليكم والعالم حارب أشبيك إنا إيوي أكم كأجب سؤالي أولا سؤالي أشياء بحيتي أضوم هاتسن وأكم أغلى والعالم سؤالي روحة واجبتك في دردك هو واجبتين بديت قف وضوى إنو إيش لابا دردك في دردك هو واجبتين سكس 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 مالك ها سكس مالك دردك هو واجبتين ها إنو إيش لابا قفكي آم أركاء السياسة كذا مركة إنت وحنك بغلس وضع واجب أيه إن شاء الله marka telefoonka mar walba igaga adigu iiga gudbi walaal walaal waa arigi waa ilaahay sawadaadka lagu soo gudbiyay waa isoo gaadhay su'aashaad oo maasantay tarashka igala soco aad badan maasantay hadalkaa Allah tabaaraka wa ta'ala su'aalaha insha Allah qodor qof ba marba insha Allah ka jawaabina marka su'aalaha marka soo raacan ba insha Allah israaceynayna Allah tabaaraka wa ta'ala qalbiga marka hortaagan tahay inuu qalbigaagu adreentid خجل يا تقصير يا قبض فل مركاد يكتن معوين كالله كسيي والله سبحانه وتعالى شهادة المنة الله منك كوكري مركاد يكتد ايوه اد ام طالع عيسد عبت يا نقصك نفت هذا عملك على كتشر هلا السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته سؤال هو السؤال شهادة أضم هاتسن وحاو يسأل شيء دفتيخو طلاب مركان تكنيو سجود مركان لغيو لو يها أدي حنونه المركة التحيات كما كان قصدنا يو وحن دريم يحنون بضان مركة انا كرت كتو كذو وانا ستشود دول قدرين وشغي باي مركة اخرين تايد او بضفتي مركة ستشود مستمعين كرا لو يها انا مركة لعسان اما بحكين خفيف انا لكتو خير الله كفيت سأل الله خير إن شاء الله ما صمت هولا قفلك حقا نقول بدون الله الله تبارك وتعالى مركة إنا مركة أظهرتها قمتها إنا درين تدخل يا قلبي يعنيها دل نمو يا افتقار إنا درين تد ولذلك أيو ابن تيمية يرادا العارف يصير إلى الله بين مشاهدة المنة ومطالعة عيب النفس والعمل قفك الله قرنية الله أكتيس سبحانه وتعالى عارف كاء اللوح أقول دوادا والله حقيس كو أهانية مركو إسبربر لغو ومشاهدة كسمي إلهي من أنك ينعم كوسيي ومحيكو وحن باري نمعوين كاسي ربك كوسيي إلا دو شكر ديد مشاهدة المنة إيو مطالعة عيب النفس والعمل مركو إيغو نفتي سوحي عيب لأذا هاي إيا نقصي غي عيب تعمل كيس وحا أصوب بحي مركا افتقار إلى الله ينوى الله أباه خدمة كتيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخ. السلام يا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سؤال شهد والآن شيخ مسألة دارة ما تكون ساعتين تأخذ ولا دمسة خفتون وحيا بعد اليوم فلا دم ما هو السؤال شهد بحيث تكون سؤال ولا سؤال شهد الإمالة إن شاء الله شيخ وحق ويدينا يا قفة دوس دومي هاي ودين توقع قيام بقت قيامها بقت ما اكتب وحسنا سوق حلا دون كادم نستغيا نستغيا دين تعايا ولايك تعايا وارسومية لا تعايا فعلا بلا موضوع حاكو سمية بدين تعايا حاكو سمية ساعة وخلاص ممكن تبعي ساعة وقفها مثل كما تبعي لأسف قويدي لا شيخ بلاك الله خير سؤال شكو هذا دان أول نقضو هذا أخذك لكوتشنا أهلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هلا والسلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته صار ولا السؤال شهادة والسؤال شهيد أبو حندون يا شيخ أي قد بيسوها دي إلى هاي أهو وعليك سو قد بيه ولا قصر وحا أهرب أمرتها محيها يتطلقين شكو أولاد ملي عنه مركا أبو حندون يا إيه شكو يرب رشيوه ودها يريوحا هيسو سكا عم بشيوه مستين كراوه وقرابة رحمية يا ولا موقف قرابة وضع مسددك عادي وحبا هيسن مساكين تا ما يولا على حيو دا اسكف تبولا وحبا من هيسن بندوري يا إنا سبيو وما سنتا يا ولا مقب نعم مقب حدا إن شاء الله وأنا كتبا بدونا سؤال شكو دوحا هي دتك سكاة المالك مستحقين تأييهين يا سكاة المال متيستي الله تبارك وتعالى با قرآنك كنت المامو عدي وسديد قيسو سديد قفوي إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله ومن السبيل سديد هاوي سديد داسي ومساكين تا يا فقراء دا يدتك كشقين ايا ايو دتك قلوب تو دا دين تلغو صدوم ايو ايو كوة ديميسن ايا دتك مسافرين تا ايا دتك جيتك ربي كوشي هذا ايو او لغو تجيسين ايو ايو قف كمسافر كا إيا أدوه مدى سيدي داس قويس أما سيدي دا قف أيا مستحقين تا سكدا سيدي دا قف بأي مستحقين تا والله سينا يا واسواشي أي وراشي نوي دي سيوي سيدي دا مركا قف كات سي سيد با سكدي مالكا وحوي واو مديح سؤال الله بدو حيد قبل يتري الصلاة دا مركان توكان ايو سجود اللو يدا اما شلبها يحنونا وحايو اذك سجود انان كتير صلاة سجودي ما اشاري كرا سيدا صلاة دا قفك عافمات كقبا او اتو كان ايو ايو قفك حنوصا ايان كري كرين شرع عدينو رب وحلي وما جعل عليكم في الدين من حرج ويفضو ذي سي ولوفو ذي قفك حنوسا هدو تهي الصيام إيه هدي تهي الصلاة إيه هدي أمورك لتهي الله تبارك وتعالى دين تان حرج كمالغين قفك حنوسا حتى أركانتا صلاة قفك استطاعي كحران تايمر كل إيماني رب حير فاتقوا الله ما استطعتم الله أقبقى إن الله إنت هذا أبودان نقول حيوة إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم هذا أمر شيء نفره شيء إنت هذا أبودان كلا إيمانا صادرت ودكتهين قفك حنوسا كل با انتو اركان الصلاة وكا اوودو الايمانية سجود وحي كمي تهي
أركانتا صلادو أي ليدا صادرت صحابي جليل كهيا بواصير كقوي أنا ورسول كلو كان بي بواصير بان قباية صلاة دا مركو نبي قلت ما يري صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب صلاة تكو أديقو تاغن هدي آدن استاقي أودنا فلي كتكو هدي آدن أودنا يعنها لنعلن عوتكو قفك مركز سجود أن أودي كرين أما حنون مركا هيا أن أودين أما إلا جركي سكوكم تيبا أن لسجود كرين وإشارة يا مركا وأن إشارة يا تلمان أيوك تمام مركا سجود دي سأي ركوع دي طبعا ركوع ده هدي قفك أوده وجيد والله إيمانا يا هدي لكن ولا بدأ أودين وكل حال ديرينيا ولذلك حديث كما في صحيح كسو اروري نبي انه مركو الصلاه ده سفر ككجرو صلاهها سنده راحلديس كتو كان جري حيث توجهت به كل كاسو صلاه ده وليبا سنوين كنبيغو مركاسو اشاري جري يعرات النامد سو راحلديس صار ايو نبيغو مركا ما دام السجود هي سجودي واو اشاري مرك إن شاء الله هديك هو أدق تهاي كمان أول عشانا هديك هو أدق تهاي لبعض تمره سدوا كرتو هدي عاد يعني وحوي عاد سلادة هاي وسجودي كتلة لكن وحون كلماتي وكعوية هدي عاد لقتيد يدنا لبعض تمره شيء كستا أو كعوينا يا إن أترك نجيب قدتيد أما هنقطه ودوك الصحابة رضوان الله عليهم حتى مرك سلادة ترى واحدة أي قدنا ين أو يعني وحوي قيام كديرا وتيرادين وكان إمامك وحوها يقرأ القاري بالمئين سورة مئين كأخرنا يي كل كاسة حتى يعتمد يعني أحدنا على العصي من طول من طول القيام بتكيوح كل عسكنا يي قلب عسكنا يي قراءة داسي لير درتين مركا إن قفكو يعنيها أما كرسي كفر يسسي ومركا سجودي أما الركوع دي وقوته إنو شيء كالما يستطاع عدر رب سبحانه واتمر حتى ويساقاتك قفك دوسا كرين إلا ويساقاتك وركن وعليه وشرط من شروط صحة الصلاة الطهارة إن الله غوش الشبه أو قفك الأقو كالما يوي برنامتا وحمركا لبعطا أماله إن شاء الله إناد هداد أودي كرين إناد يعنيها أد استعماشيد أما فرس كوت كفرس تومركا إشارتيد أما هدي آد وحمركا كوو فضينا إن قماتي السجودد طبعا سجودة مركا وحل غارب مركا آد وحدقان يسيد وإن حمنيه لحدة كسجودي كرتا وجهي يسنكي إيو لبدي اللغود إيو يعني قعمه وإن كسجودي كرتا ومركا إنتا وي إنتا سجود لغارب ومركا إنتا وهدا كسجودي كرتين مركا لباتمر إن شاء الله سؤال سيدة حادو حيتهاي قبل تري قف سغو صومن هدي او دين تعايو اما دين توحا كسامي او يرادو اما او ملايك تعايو والعياذ بالله دين تمكب حيا صون كيسا مجبايا قف كارت الدين تعايا اما ملايك تعايا اما رسول كعايا قف كاسا خطر وي دين توكب حيا خطر وي دين ترب تبارك وتعالى لما حي كرم والله تبارك وتعالى لقوم قف في كرم ورسولك على لقوم قف في كرم ولذلك وحكم اذا وحيالها الصونك كجبو الرده قف كانه دين تكنقضه وحيالها الصونك كبيه كمته وبالتالي قف كدين تكري دوبي ما دام مسلم او كنقضي صونك وسوق قدينا مركو سلام كسو نقضه اما ما انتها كسو نقضه وديب هو سو اسلامه أما يعني وحوه يكذب هصون نغده وإنه الصوق قضية ولذلك ربي الله إن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين قفك الدين تعايا ورسولك الله عايا وقالوا بيا صونك سنة وابوريا
وحكاون شري محي إلي وحا وكل عاي شيغي إلى ألينيي إيه أو صونك إيا الصلاة إيا الزكاة إلى ألنا إيمانك وي مرهدو إيمانك وي الشركي وكل عاي أما قال لما إلا تمي ربي محو أقبلي وي قال هذا صدقات كودا وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا لبشر دي الله يا رسول كيسي بيني يا سوما الله محيري جل جلاله إن أشركت الله يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين مركو نبي معاد ودري يمن محيري إنك ستأتي قوما أهل الكتاب فإذا جئتهم فأعلمهم وفي رواية فدعهم غير إلى أن يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إني قران الله إني كم أغمر خاتك عن إله إنه كلي عبادة مطيع له كلا أسن جرم محمد الرسول قال له إياه عمر يقول النبي يقول فإنهم أطاعوا لك بذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في يوم والليلة إلى آخر حديث صدرت أساس كإيمانك وشهادتينك هدو قفك الرمية أعماشك أنا لا كأنصح ميس قل وتربي روحك كنت هذا قل واحد كنت على نو محمد قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف واحد كنت على كوة قالوا بهدي شرك قال لماذا أي كسوا النقضان والله تبارك وتعالى أي وحيدان رب الرميان وحي هرئ التقيدون والله نعف الإسلام يجب ما قبلها وحي كهري إسلام هو بربرية صادرت يتقفك الدين تعايا استغوا قفك السقف وانا وصنهين أما قفك السقوصنهين موانع التك يعنيها تكفير وصن معناها قف أن قرنين وأن أقول اللهين أما بادية ككري أو إسلام يميل وهي أن أغين أما إسلام كهذا كسو بيريو قردو بإسلام وحبا أن كلا قرني هدو صنهين هدان موانع الكفر أيس ككمين أو أسباب الكفر أولي ماذا وكو قالوا يا مرك طيب وقتك انت نوها لسؤالها هدي جرا وقت جوابنا ان شاء الله وحك لون ربا ان كدر اسبابها جعيل كرب السوچي اذا وحا كميدن كو غدا جرمي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته أوقف على يرك استعطك وكتشره نعم هذا واحد معنا إن قلت مكة أو إن تيمو ما هيو مكة وحنا تاني هاي إنه ويسد تام أوقفه مكة ويسد معنا هي ما إنه تحسب حسب ويسد قاتم يا مستعد وحلال أو ويسد قاتم كيف يكون قلي سوء مركة وعثود المسح على الخفين مية على يا نعم طيب وما سأل خفيه وما سنتهي لو سؤال سؤال شو سكذا تري سكذا ذهب أنا أخذ بكوشنا فريق السلام عليكم ورحمة الله عليكم السلام ورحمة الله وبركاته أسألوا هنا لك سؤال وسؤال شهادة الشيخ وكسلام يا مركو على وحكو السلام يا سلامة إسلامك السلام ورحمة الله وبركاته صح ربنا بس سؤال دينا كوي ديو ألو ألو مغلا ولا ألو مغلا walaal su'aashay waxa weeye waxa jawaabta ku wada wada kari jiraan haye en wadna la socotaa xilliga salaadaha la socdo waqti dambe weeye saagaran salaadda cusub iyo salaadda maghribba haye en taraawihda anigu gurigeyga ma ku tukan karaa quraanka hadda taajko kale tisca ma ku tukan karaa su'aasha labaad waxa weeye en waa rabaa waxa baxsan programko ah nabiga sallallahu alayhi wa sallam ka dhashay quraysh ma jiraa nabi kale ama sida nabi saalax oo kale oo nabi kale oo loo soo diray carab ma jiraa ama san tawran kana fi la wada saar dadka shukran igita su'aalaha hore insha Allah ka jawaabno qofkii gabadhi hore waxay tiri sakada habaan haya أيام بحياة روينا بحيو مسين كرا قف مسكينة إنسان صوت ما ميسا كذا وحي كم تهي
سكات المال كا حوله لغبحي سكذا كمدا الله تبارك وتعالى سكوين كواجب كا حولها مالك لغبحي وحكم السكذا قف كالدهب كالدهب كالسوان نغضو مد قف كاو هوينتو اي حراتو او اي كحرقوتو حلقة نوعا اما مد اي قناعسو قتلق الشي اما هن نقطو مد اي الاب كالسميسون او اسكوتشرا اما معناها الاب هن دهب كالنوعية وحيالها اشياء ذا كالسميسون اما مد اسكوتشرا بهن نقطو سكادو هدي دهب تهي سكا كواتش بيس اما هن نقطو ذهب كاسو ميداي كبادو حيراتو اما ميداي عاري اغتلق الشي اما ميداي كاقناسو طبو شروط السكادة هدي لغاية لذهب كاسو النساب نقو غارو ملكي كبادان او كتر مدساند وحلقا بحينا يا ربع العشر نساب كيسون واسديتاني شن كرام سيدنا شنتا كرام باو حلقولو فنيا انتو سوقا كتشوغا ذهبك تيرادا كو سو بخدا افرتن لو قيمينيا انت كسو بخدا ايا سكدي ذهب كاسي كغ بخداي وانا ربع العشر ولا بي بر طيب يلا سينيا وصوت الماني دتك مساكين تابا لسينيا يا سيدي سنفيان هذا عيد كو صوت الماني سؤال شو غوريسي قفك اسيني سلمك وإنو صنقوم داتك سوى صعدة وإنو صنقوم قف نفقد هذا أي واجب كتاه سيدا هو يدا أي آبها ما سين كرتد أو أدو نفقدي أتكر يعني نفقد هذا كل بحينيس أدو كغب حسنة سكد ما كاغ ما سين كرتد أما دهب كاغ لكن هدي الدين لو هيستو مثلا والد كاد دين نفقدي سواجب كوتا لكن دين سواجب كوما مركا سكد انو دين اسا غدو دبا تمر هذا سيسد وهدي مركا او غارم يعني مركا دبا تمر وعكرتون سي كارين فروع داد عرورتا ادو اا دشاي ابا اسا قال غربا اي زوجديسا انو مصروفو ما سين كرم وعكرنا لسي كارين قف غني اما قف شقيسن كرو او حوغ له يقف غني سكذا لما سينكر نبيك يقرابة دي السينة لما سينكر ربني هاشيف ربني مطلب ايغن لما سينكر طيب قفك مركا قفك السينة هدي او يهي دتكا او كا او صنحين او قرابة دي سرحم كيسا او يهي ادير ردي هبرياري ادياشي انما اديرتي هدي لا يكورون يهي وسينكر هدي لكن مساكيهم بسينة هدي وحبه يسم بسينة لبا تمر مركا ومركا وحو هليا سلانا وكو هليا حريركو حريريي صدقاتينا أجر بوكالي وهذا الحديث سلانا عبن وكويري إن صدقة على المسكين صدقة وعلى ذي الرحمنا صدقة وصلوي كذلك حديثكي أنا السواد كرانا إساني حديثكي مركي نبيك عليه الصلاة والسلام أبو طلحة الأنساري رضي الله عنه وبرتي بيروحا صدقه يستي ويري رسولك الله ان الله يقول في كتابه لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون وان حب اموالي الي بيروحا وانها صدقه لله ارجو برها ودخرها عند الله افضعها يا رسول الله حيث اراك الله وفي روايه حيث شئت نبي وحي عليه الصلاة والسلام بخ ذلك مال رابح ذلك مال رابح إيه وقد سمعت ما قلت فيها وإني أرى أن تجعلها في الأقربين وأن مغلبيتها وحد كتري أبو طلحو وعن سكولتها لنا قرباضنا وقيبسد كل كاسو فقسمها أبو طلحة في أقاربه وبني عمه قرابة دي سين ما أديرتي بمركة أقيبي مركة ويبنعتها هاي دادك السكادة اللود دي دي إن لسيو وحي كسو هريو أقفك قرابة دي سي أدير ردي إن ما أديرتي إيو هاداي مساكين يهين واسين كرا دي باعتمل وحبا دي باعتمل
سؤاشة كل عقتان كوجا بجبينة يا إن شاء الله أختي وعقد عيب على يري ولا الكيري سرادة وحيل يدا وقتي جا ووضع مثلا إسكندنافيا كوقتي وهبين كنا يري هاي سرادةها محيي مكتو كان كرا قرقة مكتو كان كرا سرادة ترى واحدة بالشرط سرادة رجع واحد كم يتذكر سرادةها واجب كأه إن مساجد كتو كذا ذكر واجب كأيكوت هاي ويرجع سرادة وأنا سرادي وأنا كنت كذا قفك فرد كأوان مساجد كسوت كذا وأنا واجب سيد الجمهور على عنق قبال وكذا سرادة سرادة كسوت كإن شاء الله مركا هذيس كوس سامحين صلاة الليل وقيام الليل وهي والصلاة الله شردي ترى واحدة هي جمع الله شردي لكن قفك كل جيس وكنت كان كرا هذي وهبين كي تعاد كل إيمان وكحمة وقت قاد بيريها ولا يريم وجزاكم الله خير انت سكوسو كوبيا ان شاء الله انه كره لنا برامجك اسبابها السوق اذا جعلك رب سبحانه وتعالى الله تبارك وتعالى وحكبرنا كوا اسبابها ربي وافتي ورب وجعل لنا غدق وجزاكم الله خير وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.